نعم، ستر الوجه واجب، يجب على المرأة أن تستر وجهها، لأنه أعظم عورة في الجسم، والأنظار إنما تتجه إلى وجوه النساء، ولا تعرف المرأة الجميلة من الدميمة إلا بوجهها، وتغزل الشعرة إنما يكون في وجوه النساء كما هو معروف. فالوجه فتنة عظيمة، فيجب على المسلمة أن تستر وجهها عن الرجال الذين ليسوا من محارمها، ولا تلتفت إلى تشويشات المشوشين الآن الذين يشككون في تغطية المرأة لوجهها، فإن دينها ألزم عليها، وتقوى الله وطاعة الله ورسوله ألزم عليها، براءة ذمتها ألزم عليها، فلا تلتفت إلى هذه الترهات التي تشاع الآن، تغطية الوجه فيها خلاف، فيها كذا فيها كذا، ويريدون بذلك أن المرأة تكون باذلة لزينتها، أو تجالس الرجال وهي متزينة في وجهها ومتكحلة ومحسنة لوجهها بالأصباغ، وتجالسهم كأنما تجالس محارمها أو تجالس زوجها، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ذهب الحياء، وهذا سبيل إلى ضياع العفة، وسبيل إلى التساهل في عفة النساء وكرامة النساء، فلا يلتفت إلى هذا الأمر. وإذا عصت المرأة وأبت أن تلتزم بالحجاب فإن زوجها يطلقها، لأن هذه معصية، ولا يجوز له أن يمسكها وهي مصرة على هذه المعصية. وأيضا هي تربي بناته على كشف الحجاب، لأن البنات يقتدين بأمهن. نعم.